الادالت تايب جلوكوما بقى لا العين ما تكبرش،
ضغط العين يزيد، الا اذا كان بقى السكليره ضعيفه اللي هي موضوع الاستافيلوما، بس دي قصه تانية، مش العين كلها على بعضها اللي بتكبر، ده بتبقى لوكالايزد اريز اللي فيها ضعف معين زي ما شفنا في السكليره قبل كده. فالنوع الكونجنيتال تايب اوف جلوكوما اللي هو البوف سالموس ده زي ما قلنا بيبتدي من اول الولاده لغايه سن 3 سنين، واخد بالك، ودي فيها بتكبر تمام، وبتدي يحصل تشينجز في الاي تايب. فقسموا الجلوكوما الى كونجنيتال واكوايرد. طيب اذا كان العيب عيب انجل بس يسموها برايمري جلوكوما، ففي برايمري كونجنتال وفي سكندري كونجنتال. اذا كان العيب عيب تاني غير الانجل يبقى دي سكندري جلوكوما. اديك اكزامبل، طفل جاله ريتينوبلاستوما عملت له جلوكوما، از برايمري ولا سكندري؟ سكندري. طفل جاله ايريدوسايكلايتس عملت له جلوكوما، از برايمري ولا سكندري؟ سكندري. طفل جاله تروما وعملت له هايفيما والهايفيما دي اورجنايزد اللي هو البلاس لابير تشامبر وعمل له سكندري جلوكوما، از برايمري ولا سكندري؟ مش سكندري. واخد بالك ازاي؟ طفل اتفتحت اللينش كبسول بتاعته وطلعت اللينش ماتر او حصل يبقى سيجن افلاكتيكا عملت سكندري جلوكوما، اتي سكندري. خلاص؟ يبقى طالما الانومالي مش انومالي في الانجل بس تبقى اسمها سكندري. يبقى بيقسموا الجلوكوما الكونجنتال اكوايرد وبرايمري وايه؟ وسكندري. تمام؟ طيب جونيوسكوبيكالي بقى، يعني لو هنتكلم بالجونيوسكوبي بقى، في انواع من الجلوكوما الانجل فيها تبقى اوبن، يعني شايفين الخمس ستراكشر اللي قلنا عليهم انتيرو بوردر رينج وترابيكولار مشورك وبوستيرو بوردر رينج اللي هو السكليرا السبير وروت اوف ذا سيريري بودي وروت اوف ذا ايريس، يبقى اسمها اوبن انجل على الرغم ان هي اوبن انما ممكن تعمل ايه؟ جلوكوما. او لو لقينا الايريس لازق في الكورنيا يبقى دي اسمها ايه؟ كلوزد انجل جلوكوما. يبقى بيقسموا الانجل الجلوكوما جونيوسكوبيكالي الى اوبن انجل وكلوزد انجل. تمام؟ يبقى قسمناها الاول كونجنتال واكوايرد وبعدين برايمري وسكندري وبعدين اوبن انجل وكلوزد انجل. في الاخر بقى اي نوع من انواع الجلوكوما المختلفه اللي هتدرسها اذا ادت الى ان العيان يبقى نو بي ال نو برسبشن اوف لايت هنطلق عليها كلمه ايه؟ ابسوليوت جلوكوما. يبقى كلمة ابسوليوت جلوكوما تعرف ان العيان ده والعياذ بالله اتعمى من الجلوكوما انو بي ال. خدت بالك كلمة ابسوليوت جلوكوما؟ ولذلك واحد مثلا تلاقي بيسأل صاحبه عن الجلوكوما ده اخباره يقول له ده ابسوليوت، يعني ايه؟ خلاص مفيش امل، ده ابسوليوت يعني بقى بلايند خلاص، ما دام قلنا ابسوليوت يعني هو بقى كومبليتلي بلايند، بقى نو بيرسبشن اوف لايت. تمام؟ فدي كانت الكلاسيفيكيشن اوف جلوكوما. واحنا زي ما اتفقنا وات از جلوكوما؟ جلوكوما از باثولوجيكال اليفيشن في الانترا اوكيولار بريشر لدرجه انها تعمل دامج للاوكيولار ستراكشر سبيشالي ذا اوبتيك نيرف هيد وير ذا فايبرز اوريدي ارينجد ان باندل، وبالتالي بتعمل لي فيلد ديفكت معين اسمه باندل ديفكت هنتكلم فيه بعد كده في الاوبن انجل جلوكوما. والمره اللي فاتت ابتدينا نتكلم في الكونجنتال جلوكوما بس كان في اخر الحصه، فانا هستعرضها معاكم عشان ادخلك بعد كده على السيرجيكال تريتمنت بتاع الكونجنتال جلوكوما. الكونجنتال جلوكوما زي ما قلنا دي جلوكوما بتحصل في الاطفال الصغيرين في الفيرست 3 ييرز اوف لايف، واخد بالك، وقلنا الكرايتيريا الاساسيه بتاعتها ان العين هتبقى ايه؟ اتس بيج اي، بيج اي. خدت بالك ازاي؟ اتس بيج اي بوف سالموس، عشان كده يسموها بوف سالموس بافلو لايك اي. تمام؟ لان السكليره بتبقى لسه ستريتشبل وبالتالي بتبقى ستريتشد مع الهاي تنشن، عشان كده بتعمل المجموعه دي اللي اسمها الكونجنتال جلوكوما. الكونجنتال جلوكوما البرايمري اسبابها زي ما قلت لك، طالما قلت برايمري كونجنتال جلوكوما يبقى العيب عيب ايه؟ عيب انجل. زي ما اتفقنا احنا زي ما قلنا اللينس لما سقطت من الاكتوديرم سقطت جوه الميزوديرم. تمام؟ وبعدين البلوك بتاع الميزوديرم اللي موجود ما بين الكورنيا الابسيليوم وما بين اللينس، ما هو الكورنيا الابسيليوم ده اصلا اكتوديرم، واخد بالك، واللينس بتاعتنا اكتوديرم، البلوك اللي موجود بينهم ده كان كل ده ميزوديرم، حبه ميزوديرم هنا يروحوا مشاركين في الايرس مع المسلز والبيجمنت ابسيليوم اللي هم الحتت اللي كانت جايه مع الريترا دي من ورا، وبعدين حبه ميزوديرم هنا مع الابسيليوم ده يشاركوا في تكوين الكورنيا. كان المكان ده اصلا ما كانش فيه كافيتي، ما كانش فيه التشيمبر. تمام؟ ده التشيمبر ده ابتدى يتكون لما جالهم اوردر قال لهم استعدوا الميه هتتفتح. الميه اللي هي طالعه منين؟ من الانجل من السيريري بودي انا اسف.
سيريري بودي اللي هو الايكوس بقى يبتدي يطلع على طول. راحوا منظفين المكان ده وعملوا بروسيد تشامبر، وراحوا منظفين هنا وعملوا البيوبل، وراحوا منظفين كل المنطقه دي وعملوا لي الانتيريور ايه تشامبر، خلايا الماكروفيج تيجي تنظف الحته دي. شابوا لي حبه بقى ايه ميزوديرم في الانجل، تعبوا بقى ما قدروش ينظفوها بسرعه فسابوا حبه ميزوديرم هنا. هذا الميزوديرم اللي موجود في الانجل زي ما قلنا الريمننت اوف ميزوديرم في الانجل هنسميه باركانز ممبرين. الراجل اكتشفه خواجة اسمه باركان، فاحتراما ليه بنسميه باركانز ممبرين. او لقينا الانومالي التانية ان حصل ديجينيسيز للكنالوفيشلام، حصل ابنورماليتي في الديفلوبمنت بتاعت الكنالوفيشلام. والكنالوفيشلام دي اللي هي ماسورة الصف بتاعت الايكوس، ما هو الايكوس بعد ما بيطلع من الترابيكولار مش ورك بيطلع على الكنال اوف شلام، ومن شلام ذا كنال على الكوليكتنج شانلز على الايدش كبيرة الفين. فماسوره الصرف اللي في البيت عندنا ما تركبتش، تمام؟ دي الجينيسيس في الكنال اوف شلام. او ثالث حاجه ان الماسلز بدل ما هي اوريجينيتد او انسرتد هنا في السكريرا الاسفير بيبقى اسمها انتيريور انسرشن. خدت بالك اوف ذا ماسل؟ يعني الماسلز مترحله لقدام ناحيه الكورنيا عشان كده سدت الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. الثلاثه انوماليز دول هيؤدوا الى ان لما الحنفيات هتتفتح في السيريري بودي ويبتدي يطلع لنا ايكوس، خدت بالك الانتراوكولار بريشر هيبتدي ايه؟ يزيد، لانك انت فتحت الحنفيه بس البلاعه مسدوده، تمام؟ فده الثلاثه انوماليز اللي تعمل لنا برايمري كونجنيتال جلوكوما. اتس ان انجل انومالي اهو، ميزوديرمز ريمننس من الميزوديرم موجوده في الانجل اهي، انكمبليت كليننج حصل هنا في الايريس فروم ذا كورنيس كلير، يعني هنا ما حصلش هنا زي ما شفت ان الحته دي نطت والترابيكولار مش ورك ظهر. هذا الديزيز از كومن ان ميل، الميل اربعه لواحد، يعني لما يجي لي طفل انا شاكك فيه وميل يبقى شاكي فيه اكتر ما تكون البيشنت في ميل، لان اتس كومن ان ميلز. الكونجنتال جلوكوما از كومن ان ميلز، نسبه الانفكشن بالديزيز ده الميل للفيميل اربعه الى واحد. It is bilateral في 75% من الحالات، يعني كل اربع اطفال عندهم هذا النوع من الجلوكوما ثلاثه منهم عندهم الديزيز ايه؟ bilateral. في واحد بس عنده ايه؟ الانومال دي او الديزيز ده unilateral. Start with lacrimation. الكلمه دي مهمه قوي وبيجي لها سؤال ام اس كيو زي ما اتفقنا. تمام؟ اول سيمتوم ممكن يجي بيه الطفل بتاع الكونجنتال جلوكوما از lacrimation، وده بيحصل ليه؟ عشان ضغط العين لما بيزيد الايكوس بيخش بكميات كبيره جوه الكورنيا يعمل لي كورنيا الايه؟ إديمة. قبل ما الإديمة دي تبقى ملحوظه وقبل ما انت تشوف كلاودي كورنيا بيكون اوريدي الولد جاله سيفير بين. ليه؟ لان الكورنيا هايلي انرفيتد، هايلي سنسيتيف، فاي إديمة فلويدز زياده شويه جواها تروح ضغطالك على النيرف اندنج تعمل بين. البين ده يروح في كام؟ يروح في خمسه ويرجع في زرعه، اللي هو اسمه الريفلكس لاكريميشن. عشان كده شهد كرام من فضلكم هنكتب بقى هنا differential diagnosis مهم جدا. طفل صغير بيدمع discuss، ده جه سؤال في امتحان اخر السنه مره. لا ده مش كده وبس، ده انا اجيبه لك سؤال في الام اس كيو كمان. خلي بالك طفل صغير بيدمع discuss، تفكر في ايه؟ نمره واحد congenital glaucoma ك first presentation، نمرة اثنين congenital nasolacrimal duct obstruction اللي هي بين قوسين congenital nasolacrimal duct obstruction اللي هي بين قوسين مرض اسمه chronic dacryocystitis. chronic dacryocystitis. نمرة ثلاثة ophthalmia neonatorum اللي هي infection في الأطفال الصغيرين conjunctivitis، يعني في الأطفال الصغيرين اسمها ophthalmia neonatorum أو neonatal ophthalmia. خدت بالك هي معروفه باسم اوبسالميا نيوناتورم، معروفه قوي بالاسم ده عشان كده ده الاسم الدارج بتاعها. خلاص يبقى ساده كرام من فضلك طفل صغير بيدمع. انا بقى ممكن اجيب لك ام اس كيو ازاي؟ اقول لك الحالات التاليه في طفل صغير عنده مثلا شهر تخليه يدمع اكسبت، واروح حاطط لك في وسطهم حاجه كده، فما كنتش عارف الثلاثه دول ممكن تتخم في الموضوع ده، تمام؟ يبقى خلي بالك من الكلمه دي. اول برزنتيشن يجي بيها الطفل الصغير اللي عنده كونجنتال جلوكوما از لاكريميشن. الكلمه دي مهمه من فضلك حط عليها كذا علامه بعد اذنك. هتلاقي حتى في الكتاب عندك كاتب لك ديز ايرلي، ايرلي ده الفيرست كمان مش ايرلي اهو.
A disease is common in males. الميلز للفيميلز 4 لواحد. Bilateral في 75% من الحالات start with lacrimation. بص لو القصه ابتدت unilateral 25% من الحالات البرزنتيشن الشهيره جدا اللي بيسموها ايه؟ Big beautiful eye. يعني ممكن بقى في الام اس كيو عايز اقول لك ان دي جلوكوما، هقول لك طفل صغير عنده شهر مثلا وعنده lacrimation from his one big beautiful eye. خدت بالك فهمت القصه دي؟ ان العين كبيره وشكلها جميل وبتدمع، هتفكر في ايه؟ اول حاجه فكر فيها الكونجنتال جلوكوما، لان الداكروسيستايتس ما تكبرش العين ولا الكونجنتيفايتس ما تكبرش العين، انما اللي كبر العين في الثلاثه اللي احنا قلناهم ويخليها تدمع هو الكونجنتال جلوكوما. فدي في الام اس كيو توريها لك قوي، يقول لك ام جايه بتشتكي ان عين ابنها البيج بيوتيفول اي فيها لاكريميشن، فكر في الجلوكوما. فهمنا القصه دي؟ دي مهمه قوي. ف one of the presentation is big beautiful eye. دي زي ما قلت لكم مره الام جت بتقول لي انا عايزه دي تبقى زي الحلوه دي، قلنا لها لا والله ده الحلوه دي عايزه عايزه جلوكوما سيرجري. دي السيرجري ده دي النورمال ودي الديزيز وان. تمام؟ بص بقى شوف بقى الكونجنتال جلوكوما لو اهملت هتوصل للابسوليوت. اي نوع من ولذلك الحصص الجلوكوما الثلاثه دول انا بعتبرهم حصص من اخطر الحصص بتاعت الكورس. يمكن تاني حصه خطيره بعد اليوفيتس وبعد التيومرز، ثالث واحده فيهم في الخطوره هي حصه الجلوكوما دي. ليه؟ لانك اي حاله جلوكوما لو اهملت في علاجها مع البيشنت بتاعك الاند ريزلت ملهاش حل. از ابسوليوت جلوكوما، ابسوليوت جلوكوما يعني ايه؟ بلايندنس بسبب الجلوكوما، ملهاش حل تاني. نو واي. فاهم ازاي؟ عشان كده لازم الامور فيها تبقى بميزان دقيق جدا. لان النتيجه الحتميه بتاعتها مش بلايندنس، ملهاش حل تاني. تمام؟ طيب بص اهو. في يونيلاترال دي بيوتيفول اي. لاحظ بقى ان الكورنيا بعد شويه هتبتدي تبقى ايه؟ كلاودي. كلاودي كورنيا. ايديمتس كورنيا. تمام؟ It is cloudy or edematous cornea. Cloudy او edematous cornea. ده بسبب الكورنيال إديمة. مش احنا قلنا من اسباب الكورنيال ترانسبيرنسي ان الكورنيا موجودة in a state of detergescence، وقلنا يعني ايه كلمة detergescence؟ incomplete hydration. فلما تبقى fully hydrated يقرب شكلها من السكلير. عشان كده الكورنيا تبقى cloudy كورنيا. تبتدي تبقى الكورنيا cloudy. طيب السكليرا لما تبقى ستريتشد زي كده يبقى لونها ايه؟ بلو. لو تفتكر دي كانت وان اوف ذا ديفرنشال دايجنوزس اوف كوزز اوف بلو سكليرا. قلنا بلو سكليرا في الانفنس وفي الهاي مايوب وفي البوف سالموس والاوستوجينيسيس امبرفكتا والمارفان سندروم وبوست سكليرايتس. جو باك لموضوع السكليرا هتلاقي هناك في ديفرنشال دايجنوزس اوف بلو سكليرا من ضمنها كان الكونجنيتال جلوكوما. من فضلك اذا كنت عايز تجيب امتياز في الرمد وتبقى قوي جدا في الرمد كل ما تيجي سيره الديفرنشال دايجنوزس كرهم. يعني بلوس كليره وانا بذاكر بلوس كليره جت سيرتها اروح قايلهم لنفسي انا واحد. لما تيجي سيرتها تاني في البوفسار نص انا اسمعهم لنفسي الاقي نفسي حفظتهم كلهم. هيجي سيرتها كذا مره كل ما تيجي سيرتها لازم تروح مسمع الديفرنشال. ليه؟ اصل الديفرنشال دايجنوز ده هو اللي يوري الدكتور المحترم الدكتور اللي مش محترم. خدت بالك؟ يعني سمتم معين. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، في المعدات الاجنبيه اللي بيقول وان دايجنوز بتدور صفر. يعني لما يقول له الحاله دي ايه يقول له كذا اقطع دراعي انها كذا يقول له طب اقطع دراعي انت عبيط. لازم تقول ديفرنشال دايجنوز وتقول لا ده انا الديفرنشال دايجنوز كذا 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 يعمل الحكايه دي بس عشان كذا اقول كذا وعشان ما فيش كذا اقول كذا. بيسموها الفلو شيتس او بيسموها الديسيجن ميكنج. في كتب دلوقتي بتنزل اسمها ديسيجن ميكنج في الطب. يعني ازاي اوصل ده؟ طفل صغير عنده بلوس كلير. طب ما ممكن تكون نورم، ممكن يكون مايوب، ممكن فاهم ازاي؟ ممكن يكون جلوكوما. يبقى لازم اقولهم كلهم وفي الاخر اقول له والله اقول جلوكوما عشان عنده لاكريميشن. اصل المايوبيا ما تعملش لاكريميشن، اصل لو نورمال ما بقاش فيه لاكريميشن. انما لاكريميشن مع بيك كورنيا مع بلوس كلير دي تمشي مع الجلوكوما. ده اسمه ديفرنشال دايجنوز. فهمت القصه دي؟ يبقى الكورنيا ممكن تبقى كلاودي، السكليرا تبقى ايه؟ بلو سكليرا لانها ثين سكليرا. وبعدين الانتيرو تشامبر هيبقى ديب لان العين بتكبر من ورا. الانتيرو تشامبر This is one of the causes of deep anterior chamber.
طب انا عايزكم تقولوا لي تو كوزز خدناهم قبل كده لديب انتير شامبر كيراتوكونس. اكسلنت. ادي واحد فيهم. في حاجه ثانيه الافيكيا ابسنس اوف ذا لينف. لو اللينف مش موجوده تعمل ديب انتير شامبر. تمام. يبقى شوف بقى واحنا ماشيين في كذا ديفرنشال جنوز ده، فهنا يبقى عندك ديب انتير شامبر. طيب بص، لو الايرس تخيلناه انت عارف زي ما يكون عندك حته بالونه، بعد البالونه فرقعت بالونه ولقينا فيها خرم كده، ورحت ماسك البالونه اللي فيها خرم دي ورحت شاددها، الخرم يحصل له ايه؟ هيكبر طبعا، هيكبر لانك عامل له ايه؟ ستريتش. كذا الايرس ده حته البالونه والعين بتكبر، فانت عمال تاخد الايرس لبره، البيوبل يبقى شكله ايه؟ يبقى دايليتد. وبعدين عشان يقفل مش هيقفل قوي لانك انت شاده من قفاه بره، يبقى اسمه ايه؟ البيوبل يبقى اسمه ايه؟ دايليتد اند سلاجشلي رياكتف. عرفت جت منين كلمة سلاجش دي اكتر؟ لانك شده لبره فمش هيقفل قوي. يبقى واحنا ماشيين، اولا الطفل جيب لك ريميشن خدت بالك، وجاب بيج اي، الام شاكت بيج اي، لقينا كلاودي كورنيا، ديب انتيريور تشامبر، بلوز كليرا، البيبل دايليتد وسلاجش لايه؟ رياكت. طيب خلينا لسه قدام، احنا اتفقنا ان في المايوبيا لو العين كبرت 1 ملم العين يلبس نظاره ناقص كام؟ ناقص 3. طب العين هنا اقول لك كبرت 9 مللي، الانتروبوسيريور كبر 9 مللي، يبقى المفروض يلبس نظاره كام؟ 9 في 3 ناقص 27. تقوم تيجي تعمل له مقاس نظاره تلاقي انه محتاج بس ناقص 15. طب ترجم الكلمه دي في سطر واحد، ان المايوبيا لقيناها ايه؟ less than expected. دي معنى الكلمه دي. انا كنت اكسبكت ان الاقيها زي ما انت قلت لنا القاعده 27، لقيتها 16. يبقى اشيل بقى الحدوته دي كلها واقول الكلمه دي، المايوبيا less than expected. ليه؟ عشان الكورنيا بقت فلات، اللينس بقت فلات لانها بقت مشدوده لبره، فاللينس بقت فلات، وكمان اللينس رجعت لورا. مع رجوع السيلياري بودي لورا راحت اللينس راجع لورا سنه صغيره. اللينس كمان رجعت لورا. يبقى دي اللي هي بوستيريور ديسبيسمنت اوف ذا لينس، يعني اللينس فلات، الكورنيا فلات، بوستيريور ديسبيسمنت اوف ذا لينس. ايفن سام تايمز اللينس يحصل فيها سبلكسيشن. ليه؟ عشان في ستريتش جامد على الزونيور. سام تايمز اللينس في الحالات دي ممكن يحصل فيها سبلكسيشن. طيب لما نيجي بقى نبص على الفاندس هنلاقي تشينجز في الاوبتيك نيرف. تشينجز في الاوبتيك نيرف تمام؟ اللي هي طبعا بقى الفاندس ده، يبقى احنا رحنا فين في الطفل الصغير؟ يبقى احنا رحنا اوضه العمليات، هنعمل له اكزامينيشن اندر انستيزيا. ساده اكرام، تاني اشهر برزنتيشن للريتينوبلاستوما از جلوكوما. تاني اشهر برزنتيشن في الريتينوبلاستوما از جلوكوما. عشان تبقى عارف بقى من الاخر، اكثر ثلاثه برزنتيشنز في الريتينوبلاستوما هي الوايت بيوبل ان تشايلد، سكوينت ان تشايلد، جلوكوما ان تشايلد. دول اشهر ثلاثه برزنتيشنز في الريتينوبلاستوما، ذا موست كومن برزنتيشنز، وايت بيوبل ان تشايلد، سكوينت ان تشايلد، تمام، او جلوكوما ان تشايلد. طالما جت سيره الريتينوبلاستوما يبقى دي بنتكلم في حياه او موت، مش بنتكلم بقى في بلايندنس، لا ده بنتكلم على مستوى اعلى شويه. اتس لايف اور ديث يعني، فاهم ازاي؟ لا يبقى الريتينوبلاستوما فيرست. اكسكلود ريتينوبلاستوما فيرست. ها؟ يبقى الطفل اللي عنده كونجنيتال جلوكوما اخده معايا اوضه العمليات عشان اعمل له فاندس. مش مهم الجلوكوما تتحرق في 60 داهيه الجلوكوما، المهم اتاكد ان ما عندوش ايه؟ اول حاجه انا ببقى داخل اسال نفسي سؤال لازم اجاوب عليه. عنده ريتينوبلاستوما ولا ما عندوش؟ عنده ريتينوبلاستوما ده كلام تاني. اصل انت هتعرف لما ناخد ان شاء الله الحصه بتاعت السكندري جلوكوما ان اي تيومر انسايد دي اي ممكن تعمل سكندري جلوكوما بسبعه ميكانيزم. هنعرف بعد شويه ايه هم السبعه. ان التيومر تكبر تزق الايرس لينس ده فرام فورورد، ان التيومر انفلتريت ذا انجل، ان التيومر تبعت حتت تسد الانجل من جوه، ان التيومر تضغط على الفورتكس فينز، ان التيومر تعمل اسكيميا ونيو فيسل فورميشن، ان التيومر تعمل ايريدوسايكلايتس، توكسنز اللي طالعه منها تعمل ايريدوسايكلايتس تعمل سكندري جلوكوما. سبعه ميكانيزم باي ويتش اي تيومر جوه العين ممكن تعمل سكندري جلوكوما.
اذا الجلوكوما في الاطرافين لازم اخاف من الريتينوبلاستوما، عشان كده اكسكلود ريتينوبلاستوما فيرست. طب اذا ما طلعش بقى ريتينوبلاستوما اهدى، انا بقول الحمد لله ان ما طلعش ريتينوبلاستوما، افكر في العين بقى كعين، فانا ما يهمنيش العب في العين والعين هيموت، لازم اتاكد ان هو العيان ده ان شاء الله مكتوب له عيشه كويسه، او ما العب في عينه بقى عشان احافظ له على عينه يشوف بيها. انما اذا كانت حاجه لايف سيفنج يبقى اللايف سيفنج ميجر فيرست مش هزار، تمام؟ يبقى انا وديه اعمل له فاندس اكزامينيشن، اوعى تنسى الكلمه دي من فضلك. الفاندس اكزامينيشن وانا واخده اوضه العمليات معايا مش عشان الجلوكوما، تو اكسكلود مين؟ ريتينوبلاستوما فيرست. زي الكونجنتال كاتراك فاكرينها؟ وايت بيبل ان تشايلد ايه؟ ريتينوبلاستوما انت امبروفد اذروايز. اذروايز حاجات كتير، سايكليتك ممبرين وكونجنتال كاتراكت ومش عارف ايه، مليون حاجه تعمل وايت بيبل ان تشايلد. انما اتيز ريتينوبلاستوما انت امبروفد اذروايز. تمام؟ طيب تعال نشوف بقى الاطفال عندها كونجنتال جلوكوما اهو. بص بقى شوف الكورنيا بعد شويه تبقى عامله ازاي. الاول الإديمة في الكورنيا دي تبقى ريفرسبل، يعني ساعات كتير الاطفال الصغيره دي يبقى عندها كلاودي كورنيا، نعمل لهم عمليه الجلوكوما تروح الكلاودي كورنيا، يبقى تيز ريفرسبل. ولكن اذا استمر هذا الكلام فور لونج تايم زي الشايلد اللي على الجنب ده هنا، بص ويل بي ان اوبيك كورنيا ان سكارد كورنيا، تمام؟ يبقى الاول تبقى ريفرسبل الكورنيا الاوباسيتي، بعد كده تبقى ايرريفرسبل، تمام؟ او شوف الكورنيا هنا هيزي مش كلير قوي، مش ده المنظر كلير كورنيا اللي احنا متعودين عليه. بس لاحظ هنا ان العين شكلها كبير ماليه البلدوبر فيشر قوي، بص عامله ازاي؟ اتس بيج اي. بص هنا، طب بيج وكلير ولا كلاودي؟ مش كلاودي، كلاودي كورنيا. بص الكورنيا ها، حاسس انها كلاودي ولا لا؟ شايف شايف البيوبل بس مش حاسس ان انا شايفه قوي، صح؟ اتس كلاودي كورنيا، دي الكلاودي كورنيا اهي، برضه نفس القصه الكورنيا لوكس كلاودي. الحالات اللي انت شايفها زي كده دي كلها ممكن تبقى ريفرس، تمام؟ انما في حالات زي كده تبقى سكار، صعب، ممكن يبقى سكار. سكار بقى بص ولاحظ بقى الاكزامينيشن اندر ايه؟ اندر انسيزيا، عشان اعرف افحصه واعرف اشوف له فندس، تمام؟ وحط له اتروبين اوينتمنت واشوفه، خدت بالك؟ او بص شوف بقى الطفل لسه يا دوق ده بيبي لسه ما شمش نفسه ومولود عنده كونجنتال جلوكوما، شايف الكورني عامله ازاي؟ هاو كلاودي از الكورني. طب افرض انا مش هقدر اشوف له الفندس او اعمل له الترا ايه؟ التسونوجرافي تو اكسكلود ريتينوبلاستوما. دي مش واضح، اصل خلي بالك ريتينوبلاستوما از باي لاترال في 25% من الحالات، فالباي لاترالتي مش اجينست تيومر، عشان ما عادش يقعد مخه يزعزع يقول لك اه عندي تيومر ومالجنت وباي لاترال اتس اوكي. ريتينوبلاستوما از باي لاترال في 25% من الحالات، يعني كل اربع اطفال عندهم ريتينوبلاستوما في واحد فيهم عنده تيومر موجود في العينتين، عشان كده الباي لاتراليتي از نوت اجينست ريتينوبلاستوما دايجنوس، خدت بالك؟ عشان كده اي هاف تو اكسكلود ريتينوبلاستوما فيرست. تمام؟ هنا بقى دخلنا اوضه العمليات مع الطفل ده، بص ادي الاسكليرا بلوش. في بقى لقينا كمان في السكه سندرومز. سندرومز يعني متلازمات، ديزيزز تيجي مع بعضها، كذا انوملي تحصل مع بعضها في نفس الوقت، سموها سندرومز. السندروم الاولاني ده اسمه ستيرج ويبر سندروم. ستيرج ويبر دي ناس عندها كابيلاري هيمانجوما واخده ديستريبيوشن بتاع نيرف. خلي بالكم لمعلوماتكم وللزمن ولصالح البيشنت، لو لقيت طفل صغير عنده وحمه زي كده لازم تعمل له حاجتين، لازم اولا تتاكد ان عينه ما فيهاش كونجنيتال جلوكوما، ولازم تعمل له سي تي، خدت بالك سي تي برين، لان بيبقى عندهم كتله كده كوره هيمانجيوما على الاوكسيبتو من على الليبتو من الجيس في منطقه الاوكسيبتال كورتكس، هيمانجيوما في البرين جوه، واخد بالك؟ عشان كده اي ما هي ايه الانوماليز احنا بنحفظها ليه؟ الطلبه تبقى زهقانه وقرفانه من عيشتها خالص، ايه ولاد الذين دي قاعدين محسنا زي نكون في كتاب، كل شويه انوماليز انوماليز، وكل انوماليز فيه خمس ست حاجات مع بعض، ما هو ده الفن، ان انا عارف الانوماليز دي وعارف ان دي معاها كذا في البرين ورا، وعارف انها تعمل كذا في العين، اقوم لو لقيتها ادور على الحاجات دي، لان في حاجات ممكن تبقى فيتا في سندرومز، يبقى فيها حتت فيتا لازم ادور عليها، خدت بالك ازاي؟ فالقصه دي مهمه. طب تاني حاجه النيوروفايبروماتوزس، برضه النيوروفايبروماتوزس يبقى معاه كونجنيتال جلوكوما، وممكن يبقى معاه جلايوما في الاوبتيك نيرف،
يحصل معاه جليوما، تيومر في الاوبتيك نيرف، اسمها جليوما في الاوبتيك نيرف. عشان كده لما الاقيه بره لازم ادور على بقيه الانوميز. او طفل يتولد عنده كونجينيتال انايريديا نو ايرش. الطفل اللي ما عندوش ايرش ممكن ما يبقاش عنده انجل، يعني اللي ما ركبش الايرش ما ركبش الانجل، اللي ما عملش ايرش ما عملش انجل. فالكونجينيتال انايريديا ممكن يبقى معاه كونجينيتال جلوكوما. دي كومن سندرومز مهمه. بص، نتيجه الاوفر ستريتش، نتيجه الاوفر ستريتش تمام، اللي بيحصل في الكورنيا في حالات الاطفال اللي عندها بوبسالموس، يحصل سبليت في الديسمنت ميمبرين، تعمل لي استرايا بالشكل ده، بيسموها هابس استرايا. اكتبوا الاسم ده، مش مكتوب عندكم في الكتاب بس بعض الاساتذه بتسال فيه بالاسم كده، اسمه هابس اتش اي اي بي ابوستروف اس، هابس استرايا، هابس استرايا، هابس استرايا، مكتوبه تحت في البلوك اللي تحت ده، هابس استرايا. في ناس مش شايفاها، في حد مش شايفها؟ هنجيبها في حته اهي فوق اهي. اي هاف سترايك، اتس هاف سترايك تمام، عشان الناس اللي مش شايفه. اي بص، كراش في الديسمنت ممبرين، بص عامله ازاي، اي كراش في الديسمنت ممبرين، عامله كده بالمنظر ده كده، اي ترانسفيرس سترايك بالشكل ده، اسمها هاف سترايك، هاف سترايك. اي شوف شكلها في عين الطفل عليه. اي بص بقى، واحنا في اوضه العمليات بقى كمان بالمره نقيس الكورنيال دامتر. المفروض ان الكورنيال دامتر بالبرجل ده، الجهاز ده بيقولوا عليه البرجل في اوضه العمليات، بنحط الرجلتين بتوعه على الليمبس تو ليمبس، يعني من هنا لهنا، فروم ليمبس تو ليمبس، وبنقيس المقاس هنا فوق بالمليمتر على طول، هو بيتفتح ويتربط عشان اذا كنا عايزين نثبت مسافه معينه. فبنفتح البرجل ده من هنا لهنا على عين الطفل ونقرا القرايه هنا مباشره، تمام؟ المفروض نورمالي الكورنيال دايمتر بيبقى من 9.5 ل 10.5 في الاطفال الصغيرين. هنا بقى تلاقيه معدي 13 15 16 واتس ايفر. كورنيال دايمتر. تمام؟ وبالمره نقيس له الانترا اوكلر بريشر. نقيس له الانترا اوكلر بريشر. تمام؟ طيب كمان نبص بقى على الفندس. ما احنا شفنا مفيش ريتنوبلاستوما الاول، لازم نستبعدها. طب اذا استبعدنا ريتنوبلاستوما نبص على اللي بيسموه جلوكوميتس ايه؟ ما هو ده بيت القصيد في الجلوكوما. جلوكوما از باثولوجيكال اليفيشن في الانترا اوكولار بريشر لدرجه انها تعمل دامج للاوكولار استراكشر سبيشالي ذا اوبتيك نيرف. طب ابص بقى على الاوبتيك نيرف او ما الاقي في المنظر اللي شايفه ده ان الحفره الصغيره اللي هي المفروض كانت تلت الديسك اللي هي دي اسمها الفيسيولوجيكال كاب، الشالو كاب ده، يبقى فيري ديب كاب بالشكل ده، ده اللي بيسموه جلوكوميتس كابنج. خلي بالك الكابنج في الاطفال الصغيرين ليه معنيين، في الكبار ليه معنى واحد. الحفره دي الاكزاجيريتد دي في الاطفال الصغيرين ليها تو مينينجز. ايه هما التو مينينجز؟ اتروفي وستريتش، اتروفي وستريتش، واخد بالك؟ بينما في الكبار ليها معنى واحد بس، اتروفي بس، اتروفي. في الكبار مفيش ستريتش، اتروفي بس. تمام؟ يبقى خلي بالك السؤال ده في شفوي مهم، يقول لك ايه الفرق بين الكابنج في الكونجنتال جلوكوما وفي الاكوايرد جلوكوما بتاعت الادارة. هقول له في الاطفال الصغيرين الاتروفي، الكابنج معناه كلمتين، ستريتش نتيجه ان الديسك كله ستريتش، فاحس ان الكاب ده كبر حتى لو كان هو نورمال. تمام؟ عشان كده حتى بقى بتوع الماجستير نقول لهم بقى كلمه زياده عليكم شويه، نقول لهم ايه؟ ذا اونلي ريفرتبل كاب از ذات اوف كونجنتال جلوكوما. اصل الكابنج لو حصل في الكبار معناه ايه؟ اتروفي، يبقى عمره ما يبقى ريفرس. ما هو الاب هو اللي بيروح بيرجع، اتروفي خلاص. فاهم ازاي؟ انما هنا اللي هيرجع مش الاتروفي، اللي هيرجع مين؟ ستريتش. برافو عليكم. عشان كده ده ذا اونلي ريفرسبل كاب اللي ممكن يتصلح شويه. انما في الكبار ما اقولوش الكابنج هيتصلح، ما ينفع عيب. لان حصل اتروفي بس. تمام؟ طيب بص اهو، بص بقى ادي منظر الاوبتيك ديسك العادي، وادي الحفره اللي انا قلت لك عليها اسمها فيسيولوجيكال ايه؟ كاب، وادي النيرف فايبرز هي وهي بتعمل الاوبتيك نيرف بتاعها. بص بقى الفرق بين دي ودي، بص بص ايه رايك في الكاب؟ مش اكزاجيريتد؟ طب ايه رايك في الفايبرز اللي كانت هنا؟
مش اتروفيك. تمام. طب ايه رايك في اللامينا كريبروزا؟ بقت بوين باكورد، انبعدت لورا اهي. شوف ازاي بقت عامله زي القوس لورا اهي، اتقوشت لورا، اسمها بوين باكورد. تمام اهي. يبقى ده بص، ده النورمال اوبتيك ديسك، ده الديسك اوف جلوكوما. الكابينج في الاطفال الصغيرين ليه كام معنى؟ اثنين ما تنساش، ايه هما؟ ستريتش واتروفي. في الكبار ملوش غير معنى واحد، اونلي اتروفي. يس سر. ايوه ما هو معلش، بس لو انا عالجته مين اللي هيصلح؟ بتاع الاسترتش، انما الاتروفيك فايبرز مش هترجع تاني. تمام؟ يعني هنا انت شايفه ممكن تقصد في الاطفال يحصل استرتش، في الاول بيحصل كده. الاول بيحصل استرتش. ودي على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، زميلتنا بتسال سؤال لطيف قوي، اتفضل اتفضل يا فندم. زميلتنا بتسال سؤال لطيف قوي، بتقول لك انا ممكن يحصل استرتش من غير ما يحصل اتروفي. انا عايز اقول لك ان دي من رحمه ربنا بالطفل الصغير. ليه؟ في الكبار لما الضغط بيزيد السكليره اخبارها ايه؟ كلمه سكليره معناها ايه بالعربي؟ صلبه. على ايه؟ صلبه، جامده. فاهم ازاي؟ فالضغط هنا هياثر بكل قوته على مين؟ على الاوبتيك نيرف. تمام؟ انما الضغط في الاطفال الصغيرين هيعمل ايه؟ استرتش. يوم ايه؟ يبقى الضغط فيه حنين على الاوبتيك ديسك، مهما برضه ما يعلى ما يبوظش الاوبتيك ديسك قوي بسرعه. فهمتوا القصه دي؟ فدي من رحمه ربنا. عشان كده في الاطفال الصغيرين قال لهم ايه؟ اكسباندد. الاكسبانشن ده بيقلل البريشر على الاوبتيك نيرف على فكره. وبيدينا فرصه ان احنا نعمل له جراحه مره واثنين وثلاثه من غير ما يحصل له اوبتيك اتروفي. تمام؟ اهو بص بقى الرسمه بقى، دي رسمه بقى طبعا مش دي رسمه اهي. بص شوف بقى الفايبرز بتاعت الريتنا، وادي اللامينا كريبروزا، وادي الفيسيولوجيكال كابل اللي هو داخل فيه السنتر الارتري والفين. وبص على الفرق بين دي ودي، تعرف الكلام اللي انا بقوله. الكاب هنا اخباره ايه؟ اكزاجيريتد. تمام؟ اهو اللامينا كريبروزا بوينج باكورد. الفايبرز شوف تخن ايه؟ بقت ايه؟ اتروفيك. صح؟ ادي الجلوكوماتوس كابل. تمام؟ اهو طبعا بقى زي ما قلنا لازم ناخده، وده لا مؤاخذه لبس العمليات، مش لبس الطبيخ ولا التنظيف ولا حاجه، ده لبس العمليات. فاحنا واخدين الطفل معانا فين؟ في اوضه العمليات. يدوا له حاجه كده لو مش عارف ايه، حاجه كده تدوخه شويه عشان نقدر نفحصه ونعمل له فاندس اكزامينشن. ولو ان بره دلوقتي يقول لك مفيش داعي للانستيزيا في طفل صغير، يعني هيعيط شويه مش مشكله، بس عمره ما يفتكر انك عملت فيه حاجه زي كده. تمام؟ يعني بدل ما عايز تعمل اكزامينشن بسيط وما فيهاش مشكله، ما تخافش مش هيعمل حركات جامده. اهو بص بقى، في حالات طلع فيها تيومرز، عشان كده زي ما قلت لك انا هاخد الطفل معايا اعمل له فاندس اكزامينشن. ليه؟ عشان الكابنج الاول ولا عشان اكسكلود بين الاول ريتنوبلاستوما فيرست؟ دي مهمه جدا اوعى تنساها. تمام؟ طيب اهو طيب سادة كرام بقى، شخصنا حاله كونجنيتال جلوكوما، طفل صغير جه بيدمع، مامته جايباه بيدمع، او بيج بيوتيفول اي في عينه، في عين واحده في طفل صغير بيتدمع، اون اكزامينيشن لقينا الكورنيا كلاودي وفيها كراكس في الديسمنت ممبرين اسمها ايه؟ هابس سترايا. الانتيو تشامبر لقينا اخباره ايه؟ ديب. البيوبل لقيناه ايه؟ دايليتد وستاجش دي رياكتيف. السكليرا لقينا لونها ايه؟ بلو سكليرا. فاندس خدناه عملنا له فاندس تو اكسكلود مين؟ ريتينوبلاستوما فيرست. وشفنا الكابينج، والكابينج كان ليه معنيين، ستريتش واتروفي. وقفنا التنشن لقيناه عالي، وقفنا الكورنيا الدايمتر لقيناه انلاشت. This is how to diagnose. بالذات بقى كمان لو القصه دي في ميل تشايلد، ان ميل تشايلد، ان ميل، ده خلاص بقى ده دي جلوكوما رسمي. تمام؟ فان الديزيز الميل للفيميل كام؟ 4 لواحد. وبايلاترال في كام في المية؟ 75. وأول برزنتيشن كانت إيه؟ لاكريميشن بسبب الكورنيا الإيه؟ إيديما. خلاص؟ شهادة كرام كده الكونجنتال جلوكوما واضحة. تعال نخش بقى للقصة اللي بعد كده. هاو تو تريت كونجنتال جلوكوما. شهادة كرام، أني رول فور كونزرفاتيف تريتمنت؟ لا. كونزرفاتيف ليه؟ مستني إيه؟ ده أنت خايف من إيه في الجلوكوما؟ من ابسوليوت اللي هي الاوبتيك اتروفي، بوست جلوكوماتس اوبتيك اتروفي اللي هو النو بي ال اللي هو البلاينس. بيبقى ما فيش انتظار، تنتظر تبقى انت مش فاهم حاجه، ما فيش كونزرفاتيف تريتمنت. طيب ميديكال تريتمنت فور لايف؟ في
الطفل لسه عنده زيرو، العداد بتاعه لسه ما اشتغلش، قاعد اديله 70 سنه ميديكال تريتمنت، ما ينفعش. The only way in a child to treat congenital glaucoma is surgical treatment. مره اقسم لكم بالله، مره جه سؤال كده للطلبه، سؤال سهل جدا، بدمعه، طفل عنده congenital glaucoma يتعالج بمين من الطرق الثلاثه؟ كونزرفاتيف ولا ميديكال ولا سيرجيكال؟ في طلبه ما صدقتش، يعني في طلبه من السؤال يجي يقول لك لا 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 اكيد في تريك، اكيد في، لا لا ما هي طبعا سيرجيكال معروفه، بس السؤال ما يبقاش سهل كده، يروح مختار كونزرفاتيف يعني ضع نفس. لا صدق ان في سؤال ممكن يجي سهل، ايه المشكله؟ ساعات الممتحن يبقى طيب شاذك، اديك سؤال كده، ايه زعلان ليه؟ تمام؟ طيب يبقى العلاج هنا سابك راس almost always surgical. يمكن لو عايز تدي ميديكال تريتمنت بري اوبرتيف يوطيها التنشن شويه، اتس اوكي مفيش مشكله. انما التريتمنت الاساسي is almost always surgical. No way ما تفكرش. No way. Almost always surgical. طيب بصوا بقى بنقسمها ازاي؟ تنشن اقل من 30، دايامتر اوف ذا كورنيا اقل من 13. لو التنشن، مش احنا قلنا ما بنقيسش الانترا اوكيولار بريشر، بنقيس الاوكيولار ايه؟ تنشن. تنشن اقل من 30، دايامتر اقل من 13، كورنيا كلير، يبقى عندك كام شرط؟ ثلاثة. تنشن اقل من 30، دايامتر اقل من 13، كورنيا كلير. تمام؟ هنعمل ايه؟ هنشق الممبرين اللي هو الميزوديرم ده اللي على الانجل اوف ذا فيو تشامبر، هشقه بس. هشقه بس يبقى مش اكتومي، تبقى اوتومي. طب اوتومي في الانجل يبقى اسمها ايه؟ جونيوتومي. مش احنا قلنا جونيو باللاتيني يعني ايه؟ انجل؟ فاكرين جونيوسكوب؟ تو فيجواليز انجل، صح؟ سنة كرام، هسألكم سؤال فني من الحصة اللي فاتت نشوف ذاكرته ولا زي خيبتكم. ها؟ ليه ما بنقدرش نشوف الانجل اوف ذا فيو تشامبر بالتورش او الستيت لامب العادي؟ عشان اللايت بيحصل له ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن. اكسلنت. عشان كده لو انا عايز اعمل عملية الجونيوسكوبي دي لازم اركب جونيو لانش. جونيو لانش. بس دي بقى من نوع مش اللي فيه مرايات. دي من غير مرايات لان الطفل بيبقى نايم قدامي على ترابيزة العمليات. بصوا بقى. هما ثلاثة باركانز. ثلاثة بتوع الخواجة مين؟ باركانز. ثلاثة بتوع الخواجة باركانز. باركانز لينز. العدسة اللي أنت شايفها راكبة دي اسمها باركانز لينز. والسكينة دي بتاعة باركانز برضه. باركانز نايف. عشان يقطع مين؟ باركانز ممبرين. سهلة بقى كده؟ يبقى باركانز لينز وباركانز نايف عشان يشق الباركانز ممبرين. اللي هو الميزوديرمال ريمننس دي. تمام؟ طيب بصوا هيخش اولا، بصوا ايه الكريتيريا اللي احنا قلناها عشان نعمل الجونيوتومي؟ ثلاثه، تنشن اقل من ايه؟ من 30، ده يخلي الكورنيا تبقى كلير. دايمتر اقل من 13، برضه الكورنيا تبقى ستيل كلير. والكورنيا كلير اكدنا عليها ثلاث مرات. صح؟ ليه؟ اصل بصوا هو هيدخل السكينه من الناحيه دي عشان يقطع الانجل في الناحيه اللي قصادها. فلازم يتمشى جوه مين؟ الانتيو تشامبر. لازم اتمشى جوه الانتيو تشامبر. عشان اتمشى جوه الانتيو تشامبر بسكينه حاميه قوي زي دي لازم ابقى انا ايه؟ شايف. ما ينفعش الكورنيا تبقى كلاودي وانا مش شايف واعمل عمليه زي كده، ما تنفعش. مره جبنا للطلبه سؤال لطيف قوي. قلنا لهم جالنا طفل صغير بيدمع ومش عارف ايه، ودخلناه معانا اوضه العمليات لقينا الدايمتر 13 والتنشن 30. طب اقول لك ايه الرخامه دي؟ ده هم قالوا لنا مفترق الطرق كده، تنشن اقل من 30، دايمتر اقل من 13، كورنيا كلير، نمشي كده. وبعدين اكتر من 30 اكتر من 13 امشي كده. زنقت بقى مع العيال، وقفت 30 و13 طلعت مبلمه. بقى احنا زعلانين كلمه كده قلنا لهم بس الكورنيا كلاودي. يبقى جونيوتومي تنفع؟ ما تنفعش خالص. فهمت التريكه كانت فين بقى؟ يعني عشان كده انا بقول لك خلي الامور واضحه جدا في الجلوكوما في دماغك. في ثلاث شروط عشان تعمل جونيوتومي. تنشن اقل من 30،
دايمتر اقل من 13 كورنيا كلير. كورنيا كلير ليه؟ لان انا بخش بالسكينه امشي في الانتيو تشامبر عشان اشق الانجل اوف انتيو تشامبر. تمام؟ طيب ما اقدرش اشق الانجل كلها. ليه؟ افرض شقتها والبلاعه دي طلعت زياده عن اللزوم. يحصل ايه في التنشن؟ هايبوتومي. ما ينفعش اي كانوت بقى كلوز ذيس انجل. لو انا فتحتها ما اقدرش اقفلها، ما اعرفش اخش خيط في الانجل، مفيش خياطه في الانجل. فاهم ازاي؟ فلو اتفتحت قوي والدرجه دي هتعمل هايبوتومي ما اقدرش اصلح. او ما اشتغل ايه؟ بالراحه. او ما افتح تلت السيركمفرنس. هو السيركمفرنس كام درجه؟ 360 درجه لو مؤاخذه، ما السيركمفرنس بتاع دايره 360 درجه على الثلاثه يبقى 120. عرفت منين جت 120 درجه دي؟ 120 درجه دي تساوي تلت السيركمفرنس. اكتبها والله الله يخليك، عشان لو حد سالك تلت السيركمفرنس مره الاستاذ بيقول للطالب نفتح تلت السيركمفرنس، قال له لا 120 درجه. قال له يا ابني والله تلت السيركمفرنس. قال له يا باشا معلش هم 120 درجه. تمام؟ خلي بالك من القصه دي، هي على فكره دي تلت السيركمفرنس 120 درجه. يس سير. يس. بس انا بقول لك افرض انت رحت فاتح السيركمفرنس ده، البلاعه دي بقت اوفر زياده عن اللزوم، لانك انت هتشق، انت مش شفت الانجل فيها اخرام، وقلنا الاخرام مش قصاد بعضها ليه؟ عشان الايه؟ الدرينج يبقى ايه؟ كنترولد درينج. انما لما انت تشق كده بسكينه ممكن الدرينج ده يبقى ان كنترول، يوم يحصل ايه؟ هايبوتون. هايبوتون ده ما تعرفش تصلحه بقى تاني. فما تبقاش اجريسيف فروم ذا ستارت، ابتدي ايه؟ ستيب باي ستيب. يعني اذا ما عجبكش تلت السيركمفرنس خش اعمل تلت تاني. واخد بالك ازاي؟ وهكذا. يبقى بصوا يا ساده اهو العدسه دي اسمها ايه؟ باركانز لينس. السكينه دي اسمها ايه؟ باركانز. وهنشق بيها مين؟ باركانز ممبرين. سهله؟ يبقى العمليه دي اسمها جونيوتوم. شروطها ايه؟ ثلاثه. ايه هم الشروط؟ تنشن اقل من 30 دايمتر 30 ملم ميركري يعني، دايمتر اقل من 13 ملي، كورنيا كلير. كورنيا كلير. اعمل عمليه الجونيوتوم اهي. بص بقى العمليه لايف اهي. بص العدسه اهي. اهي ادي العدسه بتركب كده، دي سترونج ماينس لينس بس معاها بريزم عشان اقدر اشوف بيه، واروح مدخل السكينه من هنا عشان اقطع الممبرين في الحته اللي قصادي الناحيه الثانيه كده. اهي ادي برضو ادي عدسه نفس القصه، وادي السكينه داخله من هنا وانا هنا بشوفها في الانجل اهي. اصل انا ما بعرفش اشوف الانجل بعيني المجرده زي ما اتفقنا، عشان باللايف بيحصل له توتال انترنال ريفليكشن. تمام؟ صح كده. يبقى دي عمليه الجونيوتوم. بفتح قد ايه من السيركمفرنس؟ تلت السيركمفرنس اللي هو كام؟ 120 درجه. تمام؟ طيب افرض تنشن اعلى من 30 دايمتر اكتر من 13 او الكورنيا كلاودي او فيلد جونيوتومي. ما هو افرض انت سلكت الحوض بس الحنفيات اللي بره ما كانتش شغاله، الماسوره اللي بره كانت شليم اللي بره دي ولا ايه؟ الماسوره اللي بره ما كانتش رجله. دي الجينيسيس في كنانه مش لم. يبقى مهما تشق في الانجل مش هيحصل برضه تصريف. يبقى اسمها فيلد جو، يبقى في شرط رابع بقى زاد علينا. اللي هي فيلد جونيوتومي. لو جونيوتومي ما جابتش نتيجه. يبقى الانديكيشنز الثانيه بقى هنعمل ايه؟ زي ما بقول لك لو تنشن اكتر من 30 دايمتر اكتر من 13 كورنيا كلاودي او فيلد جونيوتومي. دي زياده بقى، فيلد جونيوتومي هي الزياده. هنا بقى ما ينفعش اخش اتفسح في الانتيو تشامبر بسكينه. جونيوتومي از كونترا انديكيتد. افكر في عمليات ثانيه. افكر ان انا اخش على الانجل من بره مش من جوه. خلي بالك الجونيوتومي انت عديت الانتيريور تشامبر كله ودخلت على الانجل من جوه، صح؟ هنا لا. هنا هعملها من بره بقى. هجيبها من بره. تمام؟ هي الانجل دي مش موجوده في السكليرا؟ في الديب سكليرا جوه عند الليمبس، صح؟ طب ما نفتح السكليرا لاميلر. هيبقى شغلنا تحت السكليرا. يبقى اسمه صاب ايه؟ صاب سكليرا. تمام؟ طيب صاب سكليرا. نروح داخلين في الديب بقى سكليرا هنا بعد ما عملنا اللاميلر دايسكشن ده. بص احنا فتحنا الكونجنكتيفا والتينونز هنا. هم دول. وبعدين عملنا سكليرا الفلاش. احنا فاتحينها كده. نيجي هنا ونروح شاقين السكليرا في العمق ده. في ماسوره ماشيه هنا، خلي بالك بقى من القصه دي. في ماسوره كانت ماشيه هنا.
صح؟ مش الماسوره دي ماشيه 360 درجه، لما تروح قاطع عليها كده هيبقى ليها كام طرف؟ طرفين بالظبط، الله ينور عليك، هيبقى ليها طرفين. تمام؟ الطرفين دول، الطرفين دول اخبارهم ايه؟ الطرفين دول اقدر ادخل فيهم سلكه، امشي فيهم سلكه صغيره. تمام؟ هاجي في طرف منهم واروح مدخل السلكه بتاعتي هنا، تمشي هنا في الانجل. طب بصوا بقى بالقصه دي، اشوف بقى انتوا فاهمين الاناتومي متخيلين ولا لا. لو انا عندي سلكه ماشيه جوه الكنال وفشلين كده، خلاص انا دككتها جوه الكنال وفشلين، ماشي؟ ورحت محرك السلكه دي بحيث السلكه دي ظهرت في الانتير شامبر، يبقى قطعت مين؟ بالظبط. ما فيش بين الكنال وفشلين والانتير شامبر غير مين؟ الترابيكولار مشوار، مفيش غير كده بس. تمام؟ هي دي، فمفيش غير حاجه زي كده موجود. عشان كده انت لما تدخل السلكه دي جوه الكنال فشلم وتروح زقها لجوه تخش انتير شامبر، يبقى ملهاش حل انك تكون قطعت الترابيكولار ايه؟ مشوار. عشان كده العمليه دي بيسموها ايه؟ سب سكليرال ترابيكيولوتومي، اوتومي مش اكتومي، اوتومي بس. تمام؟ طب اسالكم سؤال فني، دي السلكه اللي انا بشتغل بيها دي ليه؟ دي ليه؟ اللي بره في الهواء دي ليه؟ مش احنا قلنا في المعطيات ايه؟ كورنيا ايه؟ كلاودي، يعني انا مش شايف الانتير شامبر، فانا مش شايف الدايركشن بتاع اللي داخل جوه دي، مش شايف الدايركشن بتاعها ماشي ازاي. فاللي فوق دي بتبقى اسمها الجايد، الجايد بتاعك. تمام؟ فالترابيكيولوتوم تلاقيه عامل زي الشوكه في سنتين كده، واحده بدخلها جوه الكنال وفشلان والثانيه في الهواء. ليه؟ دي اللي بشوف دي بتتحرك ازاي، لان انا قلت لك الكورنيا ايه؟ كلاودي. تمام؟ كلاودي كورنيا اهي. بص بص، تعالى اتفرج عليها، تعالى تعالى الشباب اتفرج عليها. بص ادينا فتحنا، بص الكونجنتايفا والتينون اهي، وادي منطقه الليمبس اهي. بص بنعمل لاميلر دايسكشن في السكليرا. هتقول لي بقى السكليرا 0.6 من المليمتر ده الميلر دايسكشن ازاي؟ اقول لك احنا بنبقى شايفينها من الميكروسكوب اكبر من اللي انت شايفه في الشاشه دي كمان. تمام؟ وبنخش لاميلر وليرز وكل حاجه اهو. بص الدكتور راح عامل ايه؟ لاميلر دايسكشن، فتح الاول الكونجنتايفا والتينوس وبعدين راح عامل لاميلر دايسكشن في السكليرا. يعني دي السوبرفيشال سكليرا ودي الديب ايه؟ سكليرا. هنيجي في الحته دي، بص واروح جايب السكينه بتاعتي واروح قاطع كده بالطول كده. يبقى انا كده بقطع مين؟ الكلام مش لازم. ما اخشش الانتيو تشامبر، خلي بالك. يعني ما اخليش الايكوس يطلع مني. هتعرف اولا انك دخلت انتيو تشامبر او خرمته زي العبيط لما لو لقيت ايه؟ مين طالع لك؟ ايكوس. تعرف انك ايدك انك تروبش، بني ادم تروبش يعني. واخد بالك؟ لو لقيت الايكوس طلع هتعرف انك تروبش. تمام؟ احنا مش عايزين الايكوس يطلع. احنا هنيجي هنا في الحته دي ونروح فاتحين شق كده بالراحه كده. تمام؟ وبعدين بنجيب سلكه او جايد او حاجه زي كده ونروح مدخلينه. ام سوري. اهو بص بقى، شوف دي اهي. داخله هنا واحده بس اللي داخله، الثانيه هتبقى في الهواء، الجايد بتاعنا هيبقى في الهواء اهي. بص بص اهي، تشوفها في رسمه ثانيه. بص اهي، ادي اللاميلر دايسكشن وفي واحده دخلت هنا. بص بقى دي لما تبقى متدككه هنا وبعدين احركها كده الانتيو تشامبر، يبقى عشان انا اخش الانتيو تشامبر بالبتاع دي اخباري ايه؟ يبقى لازم اقطع الترابيكيولوم مشوار. انا دخلت بقى هنا سب سكليرال، يبقى دي اسمها سب سكليرال ترابيكيولوتومي، ترابيكيولوتومي. تمام؟ بص كمان، هدي شارب، هاد بوينتد عشان ما اتعورش، لان انا داخل هنا ايه؟ داخل عمياني، انا داخل هنا عمياني عشان ما اتعورش. تمام؟ عشان ما اتعورش، عشان كده هخش بيها بلانت، هي بلانت خالص، وبخش ادككها في الكنبه وسلم طب طالع بيها البر اهي. بص بقى رسمه كبيره خالص اهو. شوف احنا هنا فتحنا لامير ديب في السكليرا ودككنا دي في الكنال اوف شليم اهي، وابتدت بقى بص تظهر في الانتيو تشامبر هنا، ابتدت هنا اهي عشان تبقى متدككه، يعني هنا متدككه في الكنال اوف شليم. كلها بقى ظهرت هنا، يبقى ده ايه؟ قطعنا الترابيكا مش شوية. طب اللي في الهواء دي فايدتها ايه؟ دي الجايد، دي بتاعت الدايركشن، واخد بالك؟ هي دي، دي صارت سكليرا ترابيكيولوتوم. طب انا اقول لك حاجه، مش في واحد مولود ما عندوش كناله في شلم؟ يعني هنيجي نبتدي نشق كده ونيجي ندكك ما تتدككش. طب اعمل ايه بقى؟ لا هنا بقى تروح شايل لي بلوك من الترابيكيولار مش ورك، هيبقى اسمها سب سكليرا بقى مش اوتومي،
اكتومي، سبسكليرال ترابيكيلكتومي مش اوتومي. بقى عرفنا الفرق بين اوتومي واكتومي؟ اوتومي هتشق بس، انما اكتومي بص بص يا جماعه في الترابيكيلوتومي اهي بيوريها لك من جوه، شوف شوف بردك معاه فين جوه العين اهو بيشوف، دي شقه الترابيكيا مش دي اوتومي، دي اوتومي ترابيكيلوتومي تمام اهو. بص شوف بقى اللي فوق دي زي ما قلنا دي جايد، دي داخله جوه، دي لما تدام في الانتيو تشامبر يبقى قطعت الترابيكيا مش ورك فعلا تمام. اهي دي الاوتومي اهي اهي، بص رسومات جميله من كتب كبيره قوي اهي. بص شوف الترابيكيوتومي اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو ده اللي هو تلاقيه زي الدورين كده، بص واحده بتبقى جوه هنا والثانيه في الهواء هنا، دي الجايد بتاعنا لان الكورنيا شكلها دي. شفت الاوتومي ده في جميع الاطار اهو، زي ما معلش هجه بقى انك ما تفهمهاش. يس بقى الانتيريور انسيرشن ممكن تتحل بالايه؟ بالجونيوتومي، بالجونيوتومي او بدي تحلها برضه، دي ممكن تحلها ما تعملش حاجه لانك برضه ما بتفتحش بكل السكامبرنس، انت بتفتح في لوكالايزد اريا. تعالوا نشوفها في لايف. بص بقى الاكزامبل ده صريح جدا وجميل جدا، ايه ده؟ الكورنيا عامله زي كلاودي، ما هو ده الانديكيشن بتاع الترابيكيلوتومي ان الكورنيا كلاودي، ما هو التنشن اعلى من 30 هتبقى الكورنيا كلاودي، دايمتر اكتر من 13 هتبقى الكورنيا كلاودي، واكدنا ان الكورنيا كلاودي او فيلد جونيوتومي الانديكيشن الرابع اهو، كورنيا كلاودي. شوف راح داخل بقى عمل لاميلر دايسكشن، وبعدين بص الشق ده اهو بيشق على كانه في شتمه، ما دخلناش التيو تشامبر، وبعدين يجيب سلكه رفيعه يدكك بيها واحده واحده كده لغايه ما يلاقي السلكه دي، انت عارف يعني زي سوري ما تيجي تدكك الحزام بتاع البنطلون الاستك بتاع بنطلون البيجامه عادي كومون اكسيدنت، استك بنطلون بيجامه قطع يعني مفيش مشاكل، مش تقعد تخش كده عمياني لغايه فجاه تلاقي السكه سلكت تقوم تعرف انك دخلت في مكان الاستك الصحيح. هو كده احنا بنقعد بالسلكه رفيعه دي نخش كده فجاه تلاقي السلكه راحت ايه ماشيه لوحدها، اروح مخليها ومتخيلها سنه كده واروح مداخل الترابيكوتون بتاعي مكانها واسحبها، يبقى هو ده مكان الترابيكو الكلام مش لاقي تمام اهو. دي بقى بصوا اهي الترابيكوتون بتاعنا اهو، ناحيه واحده بس اللي بتخش، الثانيه بتبقى فين؟ في الجايد لينا في الهواء بقى تمام. طيب اهي نوريها لك بقى في واحد ثاني، شوف عمليه ثانيه اهو، فتحنا الكونجنكتيفا لاميلر ديسكشن في السكريره، شقينا هنا على الكنال فوشلين بندك السلكه الرفيعه دي، عرفنا مكاننا فين، ادي الترابيكيوتوم واحده دخلت والثانيه جايه. بص بص الاول الاول الترابيكيوتوم دخل ما كانش باين في الانتيو تشامبر، لاحظوا القصه دي، هنا في الحاله دي الترابيكيوتوم دخل بس مش باين في الانتيو تشامبر، بص هنا ظهر في الانتيو تشامبر لما لفوا كده خلاه يخش الانتيو تشامبر تمام، ده بيبقى الجايد بتاعه في الخارج بقى تمام اهو. طيب اذا بقى ما لقيناش كناله في الشتم او ما عندناش اكسبيرينس عاليه في الترابيكولوتومي دي، نعمل بقى سابش كبيره الترابيكيلاكتومي بقى بلوك دايسكشن، هنعمل برضه لاميلر دايسكشن في السكليرا زي ما انت شايف، بس هنيجي من العمق ونشيل بلوك، هنشيل بلوك من الترابيكا مش ورك نرميه برضه، دي عمليه اسمها سابش كبيره الترابيكيلاكتومي اهو. بص هنيجي هنا ونشيل بلوك، هتعرف منين انك دخلت انتيو تشامبر، حاجتين يحصلوا لك، الايكوس يطلع ورا الايكوس مين يطلع؟ ده في البريفري مين اللي يطلع؟ الايرس صح؟ حتى ساعات تروح الايرس اللي طلع نقول له اهلا وسهلا ورابطينه كده وقاصين منه حته. بريفرال ايه دي؟ هيريديكتو يعني انا مش هخش اجيبه ولا حاجه هو بيطلع لي لوحده. تمام؟ افتح بالراحه كده تلاقي الايرس تروح باظت لك لبره كده تروح ماسكه بفورسس وفاير وتروح قاصص منه حته اللي هي البريفرال هيريديكتو. بص اهي اهي شوف بقى قفلنا ايه الحته اللي ناقصه في الايرس دي؟ دي اللي بقول لك عليها البريفرا ايديكتور. طب ثانيه واحده الفلويد هيطلع فين بعد كده؟ هيطلع تحت السكليرا، ما احنا بنقفل السكليرا مش تايت قوي بقى نقفلها بغرز لوس، يوم الايكوس يطلع من ما بين السكليرا اللايرز وبعضها على الاوتسايد. بص اهي شوف احنا بنفتح اهو كونجنكتيفا وتيننس لاميلر دايسكشن في السكليرا، وبعدين بنشيل بلوك من الديب سكليرا اهو، ادي بلوك اتشال طلع لنا الايرس نروح قاصين منه حته اهو، ادي بلوك بيتشال، وادي بقى الحته اللي بيشيلوها العمق اللي بيشيلها في الدبس اهو البلوك اللي اتشال، وبيقطع حته من الايرس ده اللي هي اسمها بريفرال ايريديكتوم اهي بيقطعها من بره خالص. طيب تعال بص عايز افهمها لك اهو، هو فتح ديب في السكليره شال البلوك اهو، شوف البلوك اللي اتشال وبعدين قفل،
الاكواس هيمشي بقى من هنا لهنا ويجي هنا يمشي كده كده يطلع ما بين اللاير بتاعت الاسكليرا وبعضها. اصل الغرز دي بنعملها لوس طريه مش جامده مش تايت اهو، ادي بلوك دايسكشن وادي البريفرال ايريديكتوم اللي قلت لك عليها اهي. تمام، الاكواس هيمشي كده ويجي لي هنا سب كونجنكتايفل اهو. بص بص العمليه هنا مشروحه كويس قوي، ادي حته البريفرال ايريديكتومي وادي البلوك اللي اتشال اهو جايبه لك في الشارع اهو، وادي الاسكليرا لما تقابل بص مش قافلينها ايه تايت سايبين باب متواجد، يروح الاكواس طالع من هنا على السب كونجنكتايفل اريا يبقى ابزورب من السب كونجنكتايفل اريا. ما تتخضش يا سيف، اقول لك ليه. زميلنا بيسال سؤال لطيف جدا بيقول لك ليه قصينا الايرس. اولا قصه الايرس في الحته دي تفيدنا في حاجتين. ايه الحاجتين؟ ان التروما في طفل صغير بدل فتحت العين وعملت دايسكشن وبتاع والايرس ابتدى يطلع ابتدينا نزق لجوه هتعمل ايرايتش. الايريدو سيركلايتس مش كانت بتعمل بريفرنت يوسر هيك؟ تمام؟ وبعدين لو حصل اي اديشنز جوه العين نتيجه الايرايتش دي والايرس راح طالع لك هنا فوق عمل الايرس بومبي لو انت تفتكر في الكومبليكيشن مش هيسد الحته اللي احنا عملناها، فدي تمنع انسداد الحته دي وتضمن لك ان حتى لو حصل ايريدو سيركلايتس ما تعملكش سكندري انجل كلوجر جلوكوما. تمام؟ فده اللي احنا عملناه. بص بقى اهو مسار الفلويد اهو بقى ساده، اللي ما فهمش بقى يحاول يفهم. ادي طالعين بقى من البوستيريور تشامبر على الانتيريور تشامبر ايزر من الايريدوتومي او من البيوبل، وبعدين ادي البلوك اللي اتشال وادي الفلويد هيمشي هنا سب كونجنتال. تمام اهو اهي، مش ممكن بقى تشوف احلى من كده. ادي البلوك اللي اتشال، شايف الترابيكال مش ورك اللي اتشال؟ تمام. اقول لكم دي فين الصوره دي، في حته اسمها ويكيبيديا عارفينها، دور عليها هناك. الصورة الجميلة دي هتلاقيها في ويكيبيديا. تمام؟ هتلاقي صورة حلوة للنورمال ايكوس وصورة العملية دي نزلها عندك وحطها في البيبر بتاعتك تبقى شكلها جميل. تمام؟ يسر. استأذنك علي هيسك مش سامع. في العين واحدة بس؟ ما هي؟ ما بص ما هي ما هو ادي عين عيانة اهي معمول العملية في الحتة دي بس. بس كده. حته صغيره خالص مش حته كبيره. ياسر طبعا بس واحد زميلنا بيسال بس سؤال لطيف قوي، سؤال لطيف قوي بيقول لك العين دي ما تبقاش عرضه اكتر للاندوفسالمايتس اكتر من النورمال؟ طبعا ده سيستم اتفتح، في فرق كبير قوي بين سيستم مقفول وسيستم اتفتح. بس احب اطمنك ان البكتيريا لا تسبح ضد التيار، صح؟ البكتيريا ما تسبحش تملي ضد التيار. يعني ايه؟ هو التيار هيبقى ماشي ازاي؟ اهو التيار بص عامل ازاي من جوه لبره، الفلو هيبقى باستمرار في الاتجاه ده، صعب ان البكتيريا ايه؟ تمشي عكسه. عشان كده في انسيدنس يعني وجدنا ايه؟ الناس اللي عامله جلوكوما سيرجري ممكن يجي لها اندوفسالمايتس اكتر من اللي مش عامل جلوكوما سيرجري، بس في وسط العيانين اللي عامله جلوكوما سيرجري دول عددهم قليل قوي. يعني البرسنتج بتاعهم مش سيجنيفيكانت، واخد بالك؟ والا طبعا ما كناش عملنا العمليات دي، واخد بالك؟ طيب يس سر يس يس يس. لا لا سخن يا دكتوره، سخن على خد العيان مش سخن، يعني بالنسبه مش بيلسع يعني مش بيلسع يعني مش درجة بيلسع، هي درجة حرارة الكونجنتايفا أصلا يعني. لا أنا عايز أقول لك حاجة، أنا عايز أطمنك بس لحاجة مهمة. أنت وات إز ذا إيكوس؟ انترستيشن فلويد. طب إحنا مش أي حتة في الجسم فيها انترستيشن فلويد، يعني الإيكوس ده مش حاجة غريبة علينا. ده أصلا انترستيشن فلويد زي أي انترستيشن فلويد موجود عندنا. عشان كده هيبقى أبزورب بسهولة جدا من الحتات دي. تمام؟ أهي بصوا يا سير. ما انا بقول لك هو التركيبه بتاعتك مش دقيقه، لان لو التنشن اكتر من 30 دايمتر اكتر من 13 عاده بتبقى الكورنيا ايه؟ كلاودي، فانت المعطيات بتاعتك اصلا مش دقيقه. تمام؟ عشان كده هم يعني اصل 30 و13 تفتكر اختاروها ليه؟ لان عندي دي الكورنيا اعلى من كده تبقى كلاودي، خدت بالك ازاي؟
اهو بص يا ساده، دي مكان الجلوكوما سيرجري اللي اتعملت، ومين الفتحه دي في الايرس؟ بعد واحد زميلنا انتوا عارفين في سوريا بيدرسوا بتلكوا الطب بالعربي، خدت بالك صح؟ بيدرسوا الطب بالعربي، فلقينا بره زميلنا من سوريا دكتور كبير في سوريا من اكبر دكاتره العيون في سوريا، جه حضر معانا مؤتمر هنا، فالراجل بيقدم البيبر بتاعته بالعربي، احنا يعني مش واخدين على العربي، نتيجه دراستنا اصلا انجليزي كلها. فقال لك والله هو في حالات الجلوكوما مش عارف مقفوله الخزانه الاماميه، فاننا نكون راشعه محميه لتكوين الفقاع. يا برنس واحده واحده بقى عشان نترجم الكلام ده، تمام؟ الحقيقه هو الراجل ده افادنا افاده جميله قوي. ليه؟ لان كان مش عارفين كلمه سب كليرال ترابيكيلكتومي دي مترجمها ازاي، خدت بالك؟ هما طبعا عندهم ناس بتوع ترجمه جامدين جدا في سوريا واقوياء جدا في اللغه العربيه الحقيقه، ومعظم حتى تلاقي الديكشنريز العربي القواميس العربيه تلاقيها كلها جايه من سوريا ولبنان وبتاع، المورد ومش عارف ايه، المنظمه اسمه المورد مش الموارد، المورد واخد بالك؟ فالمورد الحاجات دي تلاقي كل المؤلفين والناس لبنانيين وسوريين وشوام وبتاع، لان هم جامدين فعلا في حته الترجمه دي. فقلنا له من فضلك بس يعني بالهداوه غلوكوما، ماشي غلوكوما بدل بياب الجيم بالغين على عيننا على راسنا، مقفوله الخزانه الاماميه ماشي كلوز يعني، تمام. ايه بقى حكايه الرشيحه المحميه؟ يعني ايه رشيحه محميه؟ الرشيحه اللي هي البلاعه، البلاعه بغطا مش البلاعات بيبقى ليها غطا كده عشان ما تطلعش صراصير وفرام وحشرات وبتاع، واخد بالك؟ فهو عمل رشيحه محميه، خدت بالك؟ ليه؟ لان هو ما فتحش فتحه منها للهواء، هو عمل لها غطا، واخد بالك؟ اللي هو ده، فسمى دي الرشيحه المحميه. ايه بقى الفقاعه اللي هي دي؟ البليب، احنا بنقول عليها بالانجليزي البليب، لتكوين بليب، خدت بالك؟ ايه اللي هتبقى متكونه هنا؟ اهي بص دي بيسموها البليب. فقال لك هنا نعمل رشاحه، وترجمت على هذا، لان احنا في اخر كل رساله ماجستير او دكتوراه عشان دي هتتحط في مكتبه في جامعه عربيه لازم يبقى فيها ترجمه باللغه العربيه. فاستخدم هذا الترم من ساعه ما قابلنا الراجل ده، ان عمليات سبسكريبت ترابيكليكتومي اسمها الرشيحه المحميه لتكوين الفقاعه. تمام؟ والحقيقه بقت لذيذه، يعني عيان جاي عنده جلوكوما يقول لك ايه؟ هتعمل لابني عمليه ايه؟ اقول له صابش كليرا ترابيكليكتومي، ما هتقولها له بالعربي ازاي؟ هتقول له ايه؟ هنقطع الصلبه ونخش تحت الصلبه ونشيل بلوك ونقفل مش عارف هتقولها له ازاي؟ فقول له والله احنا هنعمل لك رشيحه محميه لتكوين الفقاعه مع قشط قمحي. كمان بقى يلا بقى بديها مين قشط قمحي ده؟ الهيريديكتوم اللي هي بريفر هيدوتومي دي، بريفر هيدوتومي بعض السوريين ترجموها بكلمه قشط قزحي، قشط قزحي، فتقول للراجل انا هعمل لك رشاحه محميه لتكوين الفقاعه مع قشط قزحي في القزحيه. يقول لك لا ما شاء الله اتفضل حضرتك يا طيب مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا في ايه يا ساده الكرام؟ مشكلتنا في الاطفال الصغيرين، يبقى خلي بالكم بس احنا قلنا عشان توشوا من بعض. في الاطفال الصغيرين في الكونجنتال جلوكوما اني كونسرفاتيف تريتمنت اني ميديكال تريتمنت يمكن بوست اوبرتيف ويمكن لا، انما المين تريتمنت ويل بي سيرجري. تنشن اقل من 30 دايمتر اقل من 13 كورنيا كلير عملنا ايه؟ جونيوز. تنشن اعلى من 30 دايمتر اكتر من 13 كورنيا كلاودي او فيلد جونيوتومي هنعمل يا اما سابس كليرال ترابيكيلوتومي او سابس كليرال ترابيكيلكتومي، لازم اجي من بعض. طيب مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا ان الحته دي ممكن يحصل فيها فايبروس، اصل العيال الصغيرين جامدين الفايبر بلاست بتاعتها لسه بخيرها، تمام، ويعملوا سكار فورميشن وكيلويد فورميشن في الاطفال الصغيرين، يعني تملي الجرح اللي احنا خدناه واحنا صغيرين تلاقيه سايب علامه واثر، لما تكبر وتتجرح ما تلاقيه يسيبش اثر كتير، صح؟ انما في الصغيرين يسيب اثر جامد قوي. فعشان كده ابتدوا يقولوا لنا ايه؟ طيب ما هو ليه العمليات دي بتفشل او بتضطر تعملها تاني؟ خدت بالك؟ لان الطفل خلي بالك ان عملنا له العمليه ده ما بنسيبوش، بنقعد نتابعه فترات طويله،
ليه؟ لان ممكن قوي البتاع دي يحصل فيها فايبروز تقفل، او يقفل الفايبروزس هنا سب كونجنكتايف، تمام؟ يغضب علينا البودي ويتعامل معانا ان احنا فور بودي، وازاي تخرجوا المايه دي هنا، ودي قله ادب وبتاع مش عارف ايه. لا ماشي، يعمل فايبروزس هنا. طب ما تيجوا ندي حاجه تقلل الفايبروبلاست، انتي فايبروبلاستيك اكتيفيتي. في عندنا 5FU 5 فلورو يوراسيل، دي ماده، والماده الثانيه اسمها مايتو مايسن، مايتو مايسن سي، سمعتوا عنهم في ثالثه اداء في قسم الفارماكولوجي بيدرسوها في اداء الفرنساوي هناك. مايتو مايسن سي دول مواد ليها انتي فايبروبلاستيك اكتيفيتي، على فكره دي مواد سايتوتوكسيك اصلا، بس وجد ان ليها انتي فايبروبلاست، بيستخدموها في علاج السرطانات والحاجات دي، فدي اسمها مايتو مايسن سي والفايف فلورو يوراسيل. اثناء الجراحه بنروح حاطينهم هنا عشان نوقف بيهم الفايبروبلاستيك اكتيفيتي، وبعدين نغسلهم كويس قوي قبل ما نقفل الوونز بتاعتهم، دي بتمنع الفايبروز، تمام؟ اه، يبقى عشان امنع ان يحصل فايبروز هنا احط مايتو مايسن سي واحط او فايف فلورو يوراسيل. طيب sometimes في الاطفال على الرغم من استخدام الفايف فلورو يوراسيل وعلى الرغم من استخدام المايتو مايسن برضو، تمام، يحصل عندنا برضو ريكارنس فايبروز وريكارنس، لان زي ما بقول لك الاطفال الصغيرين بيبقى الفايبروس تيشو رياكشن او فايبروبلاستيك اكتيفيتي رياكشن بتاعتهم بتبقى عاليه. طب تعمل ايه بقى؟ في واحد اسمه احمد او واحد اسمه مورتينو عملوا حاجه اسمها الفالفز، فالف امبلانت. احمد ده يعني ده باكستاني عايش في انجلترا، راجل باكستاني عايش في انجلترا، والتاني مورتينو ده ايطالي، تمام؟ مورتينو، فمورتينو عمل صمام واحمد عمل صمام غير. ايه الصمام ده؟ ده عباره عن تيوب بتتركب هنا في الانتيو تشامبر، واخد بالك؟ وتيوب بلاستيك كده تتركب هنا يعمل سبسكريرا العاديه، ويجي في مكان البلوك اللي شاله ويدخل التيوب دي في الانتيو تشامبر حته صغيره قوي. دي بلاستيك. هل البلاستيك ممكن تسبب فايبروزس؟ طبعا لا. طب هتاخد الفلويد فين بقى؟ هتاخد الفلويد توديه فين؟ هتاخد الفلويد توديه سب تينون. بتتحط على السكريره بقى، باخد الفلويد ده لورا شويه، مش عند اللمبه، تاخده ورا شويه معايا، والحته دي يتعمل فيها صمام بطريقه معينه، زي ما يكون ليها بلكونات كده ونزل لها زي تنت كده عشان الفايبروز ما يسدهاش، يعني مطرح الخرم يبقى عليه زي تنت كده، تمام؟ فدي الفالفز دي اسمها فالف امبلانت. اهو ده احمد فالف ده، بص بيركب ازاي اهو، شوف الفلويد ده يطلع فين، هنا اهو، شوف تاني، بص عليها تاني هتشوفها ايه، بص بيركب، بص دخلها ازاي في الانتيو تشامبر وقفل الفلاب اهي، ويطلع بقى الفلويدز هنا. ده شكل احمد فالف اهو، ده ديزاين منه، ده الديزاين التاني بتاعه، بيركب كده زي ما انت شايف. طبعا الرقعه اللي هو حاططها دي سب سكرير الفلاب، بس هو عشان يوري لك ان في تيوب بس بتخش، تمام؟ يعني بيتعمل سب سكرير ترابيكريكتومي عاديه، وده اسمه فالف امبلانت، بيتثبت على السكريره من بره ونقفل عليه التينونز والكونجكتايف، تمام؟ طيب ده هاو اهو، بص هنا التيوب، بس التيوب دي طويله قوي ما بنسيبهاش كده، بناخدها لبره شويه ونقصرها، يعني الاول بنقيس من بره هنحط فين ونقص الحته دي، بتبقى يا دوبك لغايه هنا كده. طبعا ده غشيم قوي لو سابها له في البيبل كده حرام، يعني ده لازم تتشال بره كده وتقص منها حته، بس هي دي صوروها عشان باينه قوي ان في تيوب في الانتيو تشامبر، تمام؟ دي اسمها الفالف امبلانت، اتفقنا؟ اهي بص، حتى صوروها لك بالستيت لامب ان في تيوب في الانتيو تشامبر، بس هو بعد شويه مش هيسيبها كده، لازم يسحبها لبره، لازم يسحبها لبره، يسيب حته صغيره بس لغايه هنا كده بس. هي في التصوير الحقيقه عملوها بالمنظر ده وصوروها بالجنب كمان عشان يعملوها ديمونستريشن، بس هي ما بتبقاش طويله قوي كده، بتبقى لغايه هنا بس، حته صغيره كده داخله الانتيو تشامبر بس، تمام؟ ده كان از ريجارد الكونسنتر جلوكوم. يس سر، في الفلفي بعد ما يسحب الفلويد هيعمل فيه ايه؟ هيوديه برضه كانترستيشن فلويد، هيبقى ابزورب من الحته اللي ورا، بس هو ده يقلل الفايبروزس قوي، ده يقلل الفايبروزس قوي. طيب تعالوا نوريكم بقى العمليات دي، تعالوا نشوفها لايف يا جماعه. بص دي حاله كونجنتال جلوكوما، هو هنا بصوا بيركب الاول
بصوا هنا ده بياخد ستيتشز الاول عشان يثبت بيها العدسه اللي اسمها فاركانز ايه؟ فاركانز لانس. دي عمليه الجنيوتومي. تمام؟ يعني دي غرز كلها كده ملهاش لازمه قوي دلوقتي لان بقت بتثبت بهاندل، كان الاول يثبتوها بستيتشز زي كده. هنشوفها دلوقتي مع بعض. كل دي غرز مالهاش ما تخافوش منها، دي كلها بتتفك في اخر العمليه. ما تقلقوش ما تقلقوش، كل ده هيتفك في اخر العمليه. كل ده كل ده بيحضر بس عشان يثبت الباركانز لينس بتاعه. دي غرز رودسكليرا والكونجنتايف كده بسيطه اهي، بيثبت بيها عشان يمسك بيها العين بس، يحرك بيها العين ويثبت بيها الباركانز هنا. هنا بيشيل الابسيليوم عشان يقدر يشوف، لان الابسيليوم كان كلاودي شويه. تمام؟ اهو بص بيكحت الابسيليوم عشان كان في شويه اديما، مايلد اديما، بس كان شايف الانتيو تشامبر. اهي شوف بقى العدسه اللي جايه الكبيره قوي دي، دي اللي هي اسمها الباركانز لينس. هيبتدي يفوت الخيط من خلال الاخرام بتاعتها دي. شايفين الاخرام اللي فيها؟ شايفين الخرم ده؟ اهو هنا بقى في بوابه هنا، شايفين البوابه دي؟ دي اللي هيدخل منها النايف بتاعته. اهي كده ركبت اللينش في مكانها، عامله زي البريزم كده اهي، في حته فاضيه هنا، دي اللي هيشتغل منها، دي اللي هيدخل منها السكينه بتاعته زي ما اهي. شوف بقى السكينه دخلت ازاي؟ وشوف داخله بتقطع فين؟ بتقطع في الانجل. هيقطع قد ايه من السيركمفرنس؟ 120 درجه، اللي هي قد ايه من السيركمفرنس؟ تلت السيركمفرنس. بس شوف ده منظر العمليه بتاعت الجنيوس. مجرد ما بيخرج بيبتدي يخرج بعد كده، هو بص الخيط ده كله بيفكه خلاص، بيشيله وخارج معاه خلاص، ما يعني ممكن يسيبها حتى من غير ستيتشز خالص، ما فيهاش مشكله. تمام؟ دي العمليه بتاعت الجنيوس. دي كانت عملية الايه؟ الجنيوم. تعالوا نشوف بقى عملية ده بيحقن اير عشان يكون الانتي تشامبر. دي كلها سوفستيكيشن في التكنيك عشان يكون الانتي تشامبر. تعالوا نشوف الترابيكيلوتومي بقى. بصوا بقى هنا قد تكون الجنيوتومي ما نفعتش، فبيفتح بص بقى بيفتح السكرير كونجنتايفا الاول اهو عشان هيعمل لاميلر دايسكشن في السكريرة بعد كده. هيعمل لاميلر دايسكشن في السكريرة. ده الكوتري. تبصوا تملي احنا بنشتغل في حتت بلادلس، يعني ما بنحبش البلاد اثناء الشغل بتاعنا. كل ده البلاد ده هيقف دلوقتي حالا، ما تقلقوش اهو. شوف ما بيشتغلش الا لما البريدنج يقف خالص والحته تبقى كليره. بص بقى بيعمل دلوقتي ايه؟ لاميلر دايسكشن في السكرير اهو، فتح فتحتين فيرتيكال واحده هوريزونتال عشان يرفع الفلاب بتاع السكرير اهو. بص اللاميلر دايسكشن بقى اهو، ده اللاميلر دايسكشن في السكرير اهو. شوف الفلاب ابتدت تتكون فلاب اهي في السكريره اهي. على فكره مكان البليدنج ده بيبقى مكان انتيريور سيلري فيسلز وهي داخله في الحته دي بس. بص بقى ادي الحته الديب اللي هيشتغل فيها، ادي اللاميلر فلاب بيوريها لك اهي، دي الحته الديب اللي هو هيشتغل فيها. تمام؟ بص بقى بيعمل الشق ده عشان يبتدي يحط فيه ايه بقى؟ هيبتدي يحط فيه بتاع الجايد ده، الترابيكيلوتوم ده يسموه ترابيكيلوتوم. بص عمال يفتحه ايه؟ لاميلر، وبيفتحه بيدور على حاجه، شايف؟ اهو شوف الفتله السلكه رفيعه قوي دي، هيبتدي يدكك فيها في حتت كده لغايه ما يلاقي السلكه دي مشيت في مكانها مظبوط. شوف طبعا لما دخل بقى الكنارو في شليم وقص الكنارو في شليم، ابتدى الايكوس يطلع له من الكنارو في شليم، خدت بالك؟ ابتدى يخش فيها اهو الناحيه الثانيه، بيوسع للاتجاهين يمين وشمال. ادي مكان الكنارو في شليم. بص حاسس ان السلكه بتخش فيها. تمام؟ اهي السلكه بتخش فيها كده مظبوط اهي. اهو بص عمال يدككها ازاي، هي رفيعه قوي وبتمشي في هذا المسار. خلاص ادي بقى الترابيكيلوتوم. لاحظوا انه ليه زي ما شفتوا عامل زي الشوكه اللي فيها ايه؟ سنين. اوعى ايدك ها؟ اوعى دوت عشان يتفرجوا بس. شفتوا ان في واحده في الهواء بره؟ لاحظتوا دي؟ اللي في الهواء دي بره، دي ما بتدخلش جوه، يعني في واحده جوه وواحده بره. تمام؟ اهو.
احتمال نشوف الناحية التانية احتمال اهو يبص عكاسة ازاي اهو بص هيدخل واحدة وواحدة بره ده اللي انا قلت لكم عليه اهي بص دخل واحدة وواحدة بره انا عايزكم تشوفوا لحظة ما هتشوفوها بقى في الانتيريور تشامبر بص هيلفها ازاي راقبه اللي فوق واول ما تحس ان فوق دخلت لجوه هتعرف انه دخل انتيريور تشامبر اهي هي دي ما شاء الله هيقفل بقى الفلاش ويقفل دي بقى اسمها سيرفس كلير الايه بقى ترابيكيولوتومي اوتومي مش اكتومي السيرفس كلير ترابيكيولوتومي تمام اهي تمام هنا بقى بيكون الانتيريور تشامبر بيحقن سلاين عشان يشوف السلاين هيمشي كويس ولا لا ده از ريجارد السيرفس كلير ترابيكيولوتومي تمام يسا علي حسك من فضلك خلاص لا ما هيقفل بقى الفلاب دي هيقفلها لان هنا الكنال اوف شليف بقت واصله مع الانتيريور تشامبر الممبرين اتقطع فخلاص هتمشي بعد كده الفلويدز بالسكك العاديه بتاعتها تعال نشوف الترابيكيلكتومي بقى ترابيكيلكتومي صار كلير ترابيكيلكتومي بقى مش معاه شايف دي طبعا معموله في واحد كبير فعشان كده مدينا انستيزيا لوكال انستيزيا بس هي نفس السيرجيكال تكنيك هو هي جايه مع الفيلم كده ماليش دعوه كده لاميلر دايسكشن الفلاب يعني هو كده عمل لاميلر دايسكشن فلاب وعزمته مع المزيكا تاني اللي بيعملها دي عشان يحقن منها سلايم عشان في الاخر يجرب الفيستل شغال ولا لا يعني الفتحه اللي عملها في الاخر دي بيعملوها عشان يحقن منها سلايم عشان بعد كده يعمل تشيك على مكان الفلاب شغال ولا مش شغال اللي هي بيعملها دي دلوقتي اهي دي عشان كده بص هنا بقى بيعمل ديزاين للديب فلاب اهو شايف الفلاب الداخلية بقى بيعمل ديزاين للبلوك اللي هيشيله اهو مسكه اهو بالفورسبس وابتدي اعمل له دايسكشن الايريديكتومي اهي بص بقى الايريديكتومي اهي
بص هيحقن بقى السلايم من الفتحه الجانبيه اللي حطها، بيحقن السلايم بشوفه بيطلع من فوق ولا لا. وعايز تلاحظوا دي مكان الايريدكتومي اللي عملها ريفرا ايريدكتومي، هيبتدي يقفل بعد كده خلاص الكونجنكتيفا تمام، او ده لوس ستيتش ويقفل الكونجنكتيفا. تعالوا نشوف بقى احمد فالف. ده زي احمد فالف بيتعمل في عشيان ايا كان العيان، بس بيوريك الطريقه ازاي بيعمله احمد فالف. نحب نصغر الشاشة شوية يمكن يبقى أحسن. كده أوضح؟ طبعا أوضح، أنا عارف إن في ناس مش لابسة نظارات وناس مش شايفة. هنا بص بيفتح بقى الكونجنتيفا فتحة كبيرة عشان هيدكك الفالف ده لجوه، بيعمل كوتريزيشن أهو شايف ده الكوتري. ده المكان اللي هيدخل منه الفالف ناحيه التانوس كابسول. بص الفالف بقى جاي هيركبه، هياخد الفالف من الكونتينر بتاعه، داخل الفالف اهو بص عامل ازاي. طبعا الفالف ده كله مش هيخش جوه العين، اللي هيخش جوه العين تيوب بس، الباقي ده هيبقى فوق السكليرا، الباقي ده كله هيبقى ده هو بيختبره بقى. بص بيحقن فيه سلاين وبيوريك السلاين بيطلع منين من ورا هنا في الفالف، بيختبر الفالف قبل ما يركبه ان هو شغال وركينج. بص بقى سقط الفالف فين؟ في الجيب اللي هو عمله ده. تمام؟ شفت الفالف اختفى فين؟ سب تينوس، هيروح كل ده سب تينوس. تمام، هو كده سقط الفالف في مكانه، هيبتدي يركب الفالف ويعمل عمليته بقى العاديه اللي هي السبسكريير ترابيكيلكتومي العاديه، ويدخل حته من التيوب دي في الانتيو تشيب. كده بيثبت الفالف، بياخد ستيتشز عشان يثبت الفالف ورا. يس لا مش هيتملي، قلت لك الفالف ده عباره عن ممر الايكوس بيعدي منه لغايه ما يوصل سب تينونز ورا، فبيبقى ابزوربد من السب تينون سبيس، هو مش بيتملي، ده مجرد عباره كده الايكوس بيعدي من خلالها عشان ينزل ورا سب تينونز من ورا، يبقى ابزوربد من ورا. يعني احنا خلينا الرشيحه تبقى ورا شويه، سبتينوس رجعناها ورا شويه وحطينا عليها البلاستيكات دي عشان ما تتسبش. دي ما بتتعملش على فكره روتين، خلي بالكوا يا استاذ كرام، الفالف ده ما بيتعملش روتين، ده بيتعمل في الحالات الريكرنت والريزيستنس، اللي هي حتى حطينا مايتومايسن ومش عارف حطينا ايه وحطينا ايه ومع هذا بيجي له ريكرنس. في الحالات دي هي دي بس اللي بنعمل فيها احمد فالف دي. تمام؟ هي دي. يس سر. لو ركبت الخرطوم اي شويه فايبروز هتقتله. قلت لك الفالف معمول بديزاين بحيث ان الاخرام بتاعته من ورا بيبقى عليها زي تنت كده من البلاستيك دي، بحيث ما يجيش عليها فايبروز. واكثر من فتحه. يعني بيوزع الميه ورا في اكثر من فتحه. فاحتمال انه يتسد بيبقى صعب قوي. تمام؟ بص بقى هنا بيعمل ايه؟ هيدخل بيعمل تانل عشان يدخل الخرطوم ده في عين في الانتيو تشيم. بص اهو بص بقى بص بيدكك الخرطوم ازاي. بص من فضلك شوف الخرطوم بيدكك ازاي في الانتيو تشامبر. هيبتدي يظهر في الانتيو تشامبر اهو، ظهر دلوقتي في الانتيو تشامبر على مكان الفم. بس بياخد ستيتش حوالين الخرطوم عشان ما يتهزش من مكانه. بص اهي دي ستيتش في السكرير حوالين الخرطوم ده.
عشان برضو حتى مهما العين يدعك في عينه ما يروحش لا يمين ولا شمال اهو. دي نوع من انواع ساعات بيحطوا في بعض الجراحين يحط سكليرال فلاب، دي سكليرال واخدينها من واحد ميت، بتبقى بيجففوها بيعملوا حاجه اسمها لايوفيلايزيشن عشان يجففها. بص بيركبها ازاي؟ هيركبها فوق فوق الخرطوم نفسه، فوق الحته اللي كان فيها الخرطوم ده. يس. لا السكليرا هنا بالنسبه لي هنا ما بتبقاش ريجكتد، ما بيحصلش معاها ريجكشن ولا الفالف بيحصل ريجكشن، زي ار انر ماتيريال. طب ما ده طب نحط مش احنا بنحط اي او ال في عين العيان؟ ايوه معلش ما ده برضه بلاستيكات وبتاع ما فيهاش بلاستيكات ما تخافيش، يعني الفالف نفسه مش هيبقى ريجكتد. انت كيف على السكليرا دي؟ لا اصل الريجكشن عندنا في العين يعني فايبروزس وفاسكولاريزيشن، مش مهم هنا يحصل فايبروزس وفاسكولاريزيشن تمام، مش قضيه يعني. هنا بقى بص بعد ما ركب الفلاب ابتدى يقفل الكونجنتايفا ايه والتينوز عليها، بيخفي بقى معالم الجريمه اللي هو عملها في عين العيان. لا لا خالص خالص لا، بقى معمول من المواد كلها زي الاي او ال كده، المواد اللي هي معروفه ان هي مش ايريتنت للارض. هنا بقى بص بيقفل الكونجنتايفا فوقيها اهو، ده منظر الفالف امبلانت اهو بيقفل خلاص اهو. والكلام ده كله على فكره هيبقى مستخبي تحت الابر ايليد مش هيبان خالص، ما تخافوش يعني اهو. بينشف مكانه وهيسيبه بقى في مكانه خلاص، بيقلع الجلابيه. Thank you very much for your attention. Next time I'll show you closed angle glaucoma ان شاء الله. Thank you. ريفرش بلس، دي اصلا اسمها ريفرش بلس. ثلاث اربع مرات في اليوم، هي صوابع صغننه كده. الابر مش غطية، الابر ليز بتاعنا اكبر من اللور ليز بتاعنا، غطي باين قدام الناس، داخل جوه، اللور ممكن يبقى باين.